بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن إحنا نكمل الكلاس اللي ماي سكيل جرامر. لو فرض إن أنت معرفتش تعمل مثلا كلاس الفانكشن بتاعت الديليت والفانكشن بتاعت الأبديت هنعمله في الفيديو ده. الديليت الإمبلمنتيشن بتاعها يعني بديهي جدا، كل اللي أنت هتعمله ريتيرن ديليت فروم كذا، معاك الموديل أوريدي بيجيب لك اسم التيبل وير إن الأي دي بيساوي كذا. بديهي يعني في اغلب الاحيان انت بتديليت او بتابديت باي دي، يعني انت مش بتديليت مثلا ممكن تديليت بسلاج، بس اللوجيكال اكتر ان انت تديليت مثلا وانت معاك الاي دي من الحاجه. فدي فانكشن الديليت، يعني الامبلمنتيشن بتاعها اون لاين فمش محتاج ان هو يتشرح. طيب بالنسبه للابديت، هنعمل الفانكشن بالابديت كويري، المفروض انها هتاخد اي دي وحاجه، بس اكشلي هي مش محتاجه اي حاجه غير الكيز اللي هتعمل ابديت عليها، لان قلنا ان كويري هنا او الجرامر الدور بتاعه ان هو يبني بس الكويري وحاجه تانية هتهندل بقى الفاليز. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنعمل حاجه شبيهه للي عملناها في الانسرت. وادويا انا غيرت برضو الامبلمنتيشن، يعني احنا قبل كده كنا مش فاكر احنا كنا بنعمل ايه، بس كنا في الاخر يعني بنتشيك جوه اللوب حاجه. دلوقتي احنا هنخلي الامبلمنتيشن يعني فيري ستريت فورورد، انت هتعمل الامبلمنت لكل حاجه زي ما هي وتيجي في الاخر تعمل رايت تريم على الكوما الزياده اللي هتيجي في الاخر، فهتطلع لك نفس الفاليو برضو يعني. طيب هنعمل نفس الحكايه هنا برضو. اول حاجه يبقى معانا الكويري بتساوي ابديت، بتسيب مسافه وتقول له دوت الموديل اوف جيت على التيبل نيم، بعد كده تكمل. المفروض ان الابديت بتقول له مثلا ست كذا بيساوي كذا، فهنسيب الست دي فاضيه ونبدا بقى ان احنا نكونكاتينيت من بعدها. هنلوب على كل الجيز اللي معانا فتقول له فور ان الاي بتساوي زيرو، واكشلي هنا احنا ممكن نخليها فور ايتش يعني، او فور ايتش لان احنا هنحتاج نتعامل مع الكي. فما تقول له مثلا فور ايتش كي اس كي بالمنظر ده، تقول له الكويري بتساوي او دوت يساوي بقى عشان تكون كاتنيت عليها، تقول له مثلا ان الكي بيساوي علامه استفهام. وبالمنظر ده كده انت هتبلد ان انت يبقى معاك كي واحد، بس احنا طبعا عايزينها يبقى مالتيبل كيز. تقول له كوما بعد كده مسطره بحيث ان هو امبلمنت كل الكيز جواها، في الاخر هيبقى عندك كوما وسبيس تريلينج في الاخر. تقدر بقى ان انت تشيل ده من خلال الرايت تريم عادي. فتيجي تقول له دلوقتي ايه؟ ان الكويري في النهايه تساوي رايت تريم على الكويري والكاركتر اللي هنترم بيها هي دي. بعد كده تكونكاتينيت تاني تقول بقى وير ان الاي دي بيساوي علامه استفهام. دي بس رايت تريم مش الكلمه دي. المفروض ان الكويري كده سكسسفل يعني، او الابديت كويري تبقى سكسسفل بالمنظر ده. طيب دلوقتي كده لو رحت على الاندكس، هتلاقي ان احنا بنتست الديليت والسلكت والانسرت والابديت. المفروض ان الابديت كويري بتاخد وير كلوز، يعني مثلا وير ان كذا بيساوي كذا، ده مش هنبقى محتاجينه، لان احنا اوريدي قلنا خلاص انت هتفرض ان انت بتابديت بالاي دي، عايز تشينج الموضوع اتس اب تو، بس انا هفرض ان انا بتشينج وبديليت بالاي دي. طب هتبقى بالمنظر ده، والانسرت كذلك نفس الحكايه، السلكت هي اللي بتحتاج وير كذا بيساوي كذا، لان اوكي سلكت منطقي ان احنا نحتاج نفتش بسلاج مثلا او نفتش حاجه غير الاي دي. طب لو عملت ريفرش الاخيره دي بنل بند ابديت كويري، يعني في مشكله ما تعرفش، نروح على الماي سكي ال غالبا ما عملناش ريتيرن. طيب نعمل ريتيرن بس كده بالكويري دي في الاخر. الاولى ديليت فروم اس، الاس انت عارف انها بليس هولدر هتتغير، وير الاي دي بيساوي كذا. حلو. سيلكت يوزر نيم ايميل فروم اس وير اليوزر نيم بيساوي كذا. جميل. انسرت انتو اس اليوزر نيم كذا كذا الفاليوز كذا. ابديت ان الاس بيست ان اليوزر نيم بيساوي كذا والايميل بيساوي كذا والباسورد بيساوي كذا وير الاي دي بيساوي كذا. حلو قوي. يعني الفور كويريز بتوعنا دلوقتي شغالين، ودي الفانكشنات اللي انا محتاجها من ماي سكيل جرامر، صح؟ انا مش محتاج منه حاجه تاني. انا محتاج منه ايه غير ان هو يعمل لي الكلاود سيستم كرييت ريد ابديت ديليت. دلوقتي كده اللي فاضل ايه بقى؟ اللي فاضل ان انا جوه الماي سكي ال مانجر معايا اكسس لكل الكويريز دي في كل فانكشن منهم، فهبقى محتاج ان انا اعمل ايه؟ هبقى محتاج ان انا دلوقتي اهندل بقى الكرييشن والابديت والديليت وكل حاجه دي. طيب هنهندل الدنيا هنا ازاي؟ تعال نبدا باول حاجه دلوقتي فانكشن الكويري، لان دي اسهل واحده فيهم يعني. طيب فانكشن الكويري، انت دلوقتي معاك كويري المفروض انت تستقبلها، يعني مش هتبلد حاجه لسه، انت معاك الكويري هتبدا تستقبلها، فهتعمل فيها ايه؟ اول حاجه يا سيدي هتقول له ان الستيتمنت بتاعتك بتساوي سيلف اوف الانستنس، بعد كده هتقول له بريبير للكويري دي، هنبدا ان احنا نعمل لها بريبريشن. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ انا دلوقتي بستقبل فاليوز معينه، صح؟ فدلوقتي كده المفروض مثلا نفترض ان الكويري انسرت انتو، المفروض دي كانت انسرت يعني يوزرز مثلا مش عارف يوزر نيم مثلا وباسورد ولا ايه مثلا فاليوز كذا اكس وواي. فدلوقتي انا محتاج الوب على كل الفاليوز دي، فهقول له فور ان الاي بيساوي واحد، نفس اللوب اللي كنا عاملينه قبل كده. بعد كده هتقول له ان الاي دي
اصغر من او تساوي الكاونت اوف الفاليوز واي بلس بلس. طب انا ليه بادئ من الاي بتساوي واحد وليه اعملها فور مش اعملها فور اتش؟ السبب الاول ان انا بادئها الاي بتساوي واحد، ان انا لما اجي اقول له بايند بارام مثلا او بايند فاليو جوه البي دي او هحتاج الاندكس واحد، لان الاندكس في الاري بتبدا من زيرو، لكن الاندكس جوه البايند فاليو بتبدا من واحد. طب ليه اعملها فور اتش؟ لان انا زي ما قلت محتاج اندكس، فمش هعرف ان انا اعملها بالفور اتش، هبقى معايا كي بس، فهضطر مثلا اعمل كاونتر بره، فمش لازم، هي اوريدي الفور بتقدم لي ده. طيب تعالى نعمل ايه هنا بقى دلوقتي؟ هنقول له الستيتمنت دي هتبايند فاليو، الفاليو اللي انت هتبايند عليها الاي الاندكس بتاعها هو الاي، والفاليو نفسها هي الفاليوز بالاي ماينس 1. احنا عارفين مثلا الاي لما تبقى بواحد دي هتبقى بزيرو جوه الفاليوز وهكذا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هقول له دلوقتي بقى ستيتمنت اكسكيوت، ان انا اكسكيوت الكويري دي. بعد كده بقى المفروض اريترن الفاليو اللي هترجع من الحاجه دي، فاقول له مثلا ريترن الستيتمنت فيتش اول مثلا، وممكن تسبيسيفاي انت الفيتشنج تايب بتاعك يعني ممكن اي حاجه، بس انا هماتش ان الموضوع يبقى فيتش اسوشيتد اري بالمنظر ده. طيب تعالى نتست كده الدنيا دي هنا. طيب تعالى نقول له ان الدي بي تساوي نيو داتابيز او دي بي، اقول لك بقى يعني ايه النت الموضوع جوه الابلكيشن بالمره عشان نخلص. طيب احنا دلوقتي كل اللي محتاجينه ايه؟ محتاجين انستنس من الدي بي، فهنقول له يا سيدي هنا ممكن نقول له مثلا ديس الدي بي بتساوي دي بي وخلاص، وده هيبقى انستنس من الدي بي عشان نحتاج ان احنا نستقبله هنا. لا احنا محتاجين نقول دلوقتي ان الدي بي دي هي اللي بتساوي نيو دي بي. طيب المفروض ان الكونستراكتور بتاعت الدي بي بتستقبل هنا مانجر صح؟ انا بس اليوزر نيم سبيس الكونستراكتور دلوقتي انا عايز اعرف هي هتستقبل انهي مانجر، ما اخليش الموضوع هارد كود. هنعمل برضه ميثود هنا صغنطوطه اسمها بروتكتد فانكشن، الفانكشن دي هيبقى اسمها جيت الداتابيز درايف. كل دورها في الحياه انها تعرف احنا هماتش بانهي درايف، فهتعمل ريتيرن على ماتش اكسبريشن كده لطيف هماتش بالاي ان بي على الدي بي اندر سكور درايف، هشوف الديفولت فاليو ايه، او يعني هشوف الفاليو اللي موجوده هناك. والله ان كيس ان هي اس كي ال لايت مثلا هقول له نيو اس كي ال لايت مانجر، او هي فين اوكي وانا مش عامله يعني، بس هو حاليا انا المفروض يبقى عندي اكتر من مانجر، فهنقول له دلوقتي لو الكيس بتاعتك ماي اس كي ال هترترن نيو ماي اس كي ال مانجر. طيب الكيس مثلا ان هي في حاجه تانية بتمانج بيها يعني هتبقى هي الحاجه دي، بس الديفولت بتاعك لا الديفولت بالمنظر ده كده هيبقى هو النيو ماي اس كي ال مانجر او اي اس كي او اس كي ال مانجر او اي مانجر تاني انت عايزه يعني. بس اتجاه الايرور ده طبعا بسبب السنتكس ايرور، بس ده مش اللي احنا محتاجينه. هتقول له دلوقتي ديس جيت الداتا بيز درايفر كده الدنيا تمام قوي كده. في البوت اب بتاع الابلكيشن هتلاقي ان الدي بي بتاعتك بتعمل عليها ران، بالرغم حتى لو جينا قلنا مثلا وردم على الاب دي بي بالمنظر ده كده، دي الفانكشن بس كده شيل دي، هتلاقي دلوقتي بيقول لك الداتا بيز فيها بروتكتد كذا في النوع بتاعه داتا بيز. حلو قوي. طب عايزين برضو نشوف الدي بي دي المفروض الفانكشن اللي اسمها النت دي تعمل لها كول، ممكن نعملها كول من هنا يعني ممكن تقول مثلا ديس النت بالمنظر ده كده في ايرور دلوقتي، واكيد طبعا بسبب البي دي او نو ساتش فايل اور دايركتوري بي دي او، ماشي ده بسبب البي دي او، انا بس نخلي الهندله دي بتاعت ده كمان في هنا، نقول له مثلا دي نخلي دي جوه فانكشن الرن برضو، تقول له ديس دي بي النت. تعال نشوف بقى الايرور ده عايز ايه. الايرور بيقول لك دلوقتي نو ساتش فايل اور دايركتوري، استنى كده نبوت اب السيرفر بتاع ماي سكيل. طيب نتست تاني بقى بعد ما عملنا داتابيز. تمام كده مفيش اي ايرورز ثينك يعني، شوف كده تمام. دلوقتي كده انت معاك الداتابيز تقدر تتعامل معاها. تعال نروح بقى على الاندكس تاني نشوف ايه. لو قلت لك مثلا تعال اصلا نشوف الكلاس ده كان جوه ايه، في كويري الرو هي اللي بتمانج الكويري. حلو قوي، تعال نروح كده على ده هو الاندكس وتقول له مثلا رو، ممكن نقول له ايه؟ ممكن نقول له مثلا select everything from users مثلا، ونفترض طبعا ان دي مش محتاجه اي، ماشي الفاليو هنا هتبقى ليها array فاضيه. هنيجي هنا هنشوف ان في error بيقول لك طبعا base table or view not found. حلو تعالى نكريت التيبل بقى نشوف فين PHP MVC ده new table select كده ونقول له new table هنسميه users، او يعني ده الاي دي بقى هيبقى التايب بتاعه انتجر واللينت كذا نوت نل والكي بتاعه برايمري. جميل قوي.
اليوزر نيم مثلا ده بارتشار، هو نوت نال برضو، ايميل وبرضو بارتشار نوت نال، باسورد بارتشار نوت نال، و I think بس كده مش هنحتاج أي حاجة تاني. يبقى ده هنسميه يوزرز. عايزين بس الإيديت ده تقول له add إن هو primary key، غبي أوي ما شاء الله، primary key. و دلوقتي كده هتلاقي إن هي array فاضية. تعالى نتست مثلا الموضوع، نقول له إيه view tables هات اليوزرز، وست مثلا إن عندك يوزر أي دي بتاع واحد اسمه أحمد أسامة مثلا في الإيميل، والباسورد أحمد أسامة at gmail .com، وده مثلا من 1 لـ6 لحد دلوقتي. طيب هتلاقي ان انت اليوزر ده بقى موجود معاك، يعني كده الداتابيز كلاس شغال. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان احنا نبلد بقيه الفانكشناليتي. هي اوريدي الفانكشناليتي دي شغاله، يعني احنا اللي ناقص نعمله ان احنا نبلد الفانكشناليتي في المانجر. تعالى نرجع للمانجر. طيب الكويري شغاله، يعني حتى لو احنا عندنا اي داتا او اي حاجه هتشتغل. اللي فاضل ايه؟ اللي فاضل دلوقتي ان احنا نشتغل الكرييت اللي كنا واقفين عندها المره اللي فاتت. طيب دلوقتي الكرييت هتمشي ازاي؟ اديها كي كده بمنظر يوزر نيم مثلا، بالمنظر ده احمد صح؟ تمام. طيب عايزين نمشي الدنيا ان احنا ناخد الفاليوز ونماتش بيها البارامز اللي هناخدها، او يعني احنا دلوقتي عاملين بايند بارام عايزين نماتش الحاجات دي. طيب هنعمل كده ازاي؟ هنيجي دلوقتي نقول له ايه؟ انت اوريدي معاك الفاليوز صح؟ طب لوب على الفاليوز دي، برضه الاي بتساوي واحد، احنا عارفين دي بتساوي واحد، والاي اصغر منها وتساوي الكاونت بتاع الفاليوز. او هي المفروض يعني مثلا انت هتقول له ان انت عندك الكاونت بتاع ايه، بتاع الاري اوف فاليوز على الداتا صح؟ بس انا محتاج الفاليوز دي تاني، ما انا هحتاج ان انا اكسس، فماتش انها الفاليوز بتساوي كذا، تعمل لها اساين او تقارن بيها في نفس الوقت. بعد كده هتقول له الاي بلس بلس، هنا في اي بس. اللي فاضل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هتقول له بكل بساطه ستيتمنت هتبايند برام وهتبايند فاليو الاي، وبعد كده هتقول له فاليوز او فاليوز اي ماينس 1 ماينس 1. بعد كده نفس الحكايه هتعمل ريتيرن ستيتمنت اكسكيوت. طيب اللي فاضل دلوقتي ان احنا بس نبلد اليوزر عشان نقدر ان احنا ناكسس الكلاسز دي، يعني عشان احنا لو قلنا دلوقتي فرضا مثلا على الاب دي بي كرييت مثلا، هو مش هياخد اسم التيبل. فتعال نروح كده على اليوزر سريعا، مش على اليوزر بقى، على الموديل. في هنا فانكشن الكرييت والديليت، المفروض دول اوريدي يعني تمام، بتلاقي الدنيا شغاله. المفروض بقى ان احنا نيجي من دول نقدر ان احنا نكريت الحاجه دي. فممكن نيجي نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا دلوقتي على الاندكس يوزر مثلا كرييت، ونيوز اليوزر نيم سبيس، وتقول له ان اليوزر نيم بتاعك بيساوي مثلا احمد اسامه، وان الميل بيساوي مثلا احمد اسامه في كريتر دوت كوم مثلا او دوت اورج، والباسورد مثلا هيبقى بيك رايت على 1 2 لحد 4 0. طيب دلوقتي كده المفروض لو جيت عملت ريفرش الاقي ان في يوزر الكريم. طيب المشكله ايه؟ غالبا المشكله ممكن تكون انا محتاج احط اي دي، لان فيكيت ما خلاش الاي دي وات انكريم. طيب ريفرش ولا لا؟ هو يعني ممكن تكون انت خدت بالك وشلت الريتيرن دي، ريفرش تاني. اوكي كده اليوزر الكريم، يعني كده الكريت الكريتنج بتاع اليوزر تمام. طيب بالنسبه للابديت فانكشن، يعني تعالى كده نغير هنا، لان انا عملت ريتست مثلا، فهتقول له ده اليوزر هيبقى محمد، يعني هو دلوقتي اتعمل بقى محمود. لما تبص كده في الداتابيز بقى محمود، هنعمل له تيست تاني نشوف الحل هيبقى ايه. في المانجر دلوقتي احنا معانا الكويري. كويري ايه يا سيدي؟ الكويري هي ماي سكيل جرامر، هتبيلد بيها ابديت كويري تقول له ان الكيز بتاعتك هي اري كيز على الاتريبيوتس بتاعتك. حلو، ونعمل نفس اللوب دي بالظبط، بس هنعدل فيها حته بسيطه جدا، وفي الاخر نفس الحكايه ريتيرن ستيتمنت اكسكيوت. طبعا بس بعد ما نعمل هنا بريبير نقول له ستيتمنت تساوي سيلف اوف الانستنس بريبير على الكويري دي. طيب ايه المختلف هنا؟ ايه المختلف؟ ان انت دلوقتي صلح بس الاتريبيوتس، ان انت عندك هنا في 4 حاجات بتعمل لهم بريبير، او يعني ان بلس 1 من الكيز. يعني ايه؟ يعني دلوقتي فين الاندكس؟ انت دلوقتي اديتني كي واحد، يبقى ان بلس 1. ليه ان بلس 1؟ لان هناك انت بتبايند معاك الكي، فانت لو اديتني 4 كي يبقى عندك 5 فاليو هتعمل لهم بايند، لو اديتني 6 كي يبقى 7 وهكذا ان بلس 1. طب حل المشكله دي ايه؟ المشكله دي بسيطه جدا، ان انت الاي عندك لما نروح بس على المانجر، المشكله هنا حلها
يعني لو عملنا فرضا مثلا على الاي بعد كل لوب، فرضا على الاي دي، هتلاقي ان الاي بواحد، واحد ده اللي هو ايه؟ اللي هو عدد الفاليوز، اديتك اثنين هتبقى اثنين. حلو قوي. طب ما تيجي نجرب كده، لو قلت لك مثلا فرضا على اي بلس 1، مش احنا هنا بنقول اي ماينس 1 عشان نروح للاندكس بتاعها؟ اه. طب ما هو ده اثنين، يعني الاي دلوقتي واقف عند اندكس واحد، ده الاندكس الاولاني بتاع اول ايلمنت صح؟ يبقى الاندكس الاخير دايما هيبقى كام؟ هيبقى الاي لما تقف عند اللوب وتيجي تخرج منها، في ده الاندكس الاخير بتاعها بلس 1 بقى، ده اللي هو الاندكس الاخير بتاع اخر ايلمنت. يعني مثلا هنا في 9000 ايلمنت وهي خارجه من اللوب، الاي واقفه عند 9000، الايلمنت اللي هو الاي دي ده بقى 9000 واحد. فده اللي احنا هنعمله، ان احنا هنقول بوينت فاليو بس على الاي بلس 1، فتقول له اف ان الاي بتساوي الكاونت بتاع الفاليوز، يعني هي خلاص وصلت انها تبقى خارجه من اللوب، هتقول له ستيتمنت بايند فاليو على الاي بلس 1 على الفاليوز دي، وعلى الاي دي بقى نفسه، يعني ده اللي احنا بنبايند بيه. طب دلوقتي جيت انا عملت ريفرش، الاي دي دلوقتي محمود، بص هتلاقي ان هو بقى محمد، يعني هو ما فيش زوم هنا للاسف، بس ان هو دلوقتي اتعدل. ده كده معناه ان كده معناه ان الابديت فانكشن شغال، وكده ايه الكريت شغال، والريد الريد لسه مش شغاله. طب تعالى نعمل الديت عشان الديت دي عبيطه جدا. كويري ماي اس كي ال جرامر بيلد ديليت كويري، مش محتاج اي حاجه خالص، يعني تبيلد الكويري كده وتقول له ستيتمنت سيلف على الانستنس، تقول له بريبير على الكويري دي، بعد كده تقول له ستيتمنت بايند فاليو، الاندكس بتاعها باي ديفولت هيبقى واحد، يعني مفيش اي فاليو احنا بنستقبلها غير الكي، وتقول له هو ده الاي دي. بعد كده ريتيرن ستيتمنت اكسكيوت. تعالى كده نتست، نقول له مثلا اندكس يوزر ديليت، وتقول له مثلا ديليت الاي دي رقم واحد بالمنظر ده. تعالى نتست، نعمل ريفرش، مفيش اي دم. طيب ده بسبب ايه؟ نروح كده على المانجر، نرضى بقى على الاي دي. طيب غالبا احنا مش حاطين ديليت جواها حاجه، ديليت هو مفيش اصلا ميثود اسمها ديليت، عشان كده نعمل الميثود دي اسمها ديليت، تاخد اي دي بتريتيرن ديس مانجر ديليت الاي دي والموديل في ديليت. اوكي تعالى نتست تاني، يبقى شغال. فاضل الريد، يبقى احنا كده خلصنا الماي اس كي ال مانجر ده كله. طيب الريد هتمشي ازاي؟ الريد بسيطه جدا، انت كل اللي انت هتعمله دلوقتي هتقول ان الكويري بتساوي ماي اس كي ال جرامر بيلد سيلكت ستيتمنت كولونز، نفس الحكايه هتاخد الكولونز والفلتر لو هما موجودين. باي ديفولت هي بترترن بقى ان انت سيلكت everything. طيب هتقول له ستيتمنت بتساوي سيلف اوف الانستنس بريبير الكويري، كويري بالمنظر ده كده. بعد كده هتشوف لو في فلتر، يعني لو انت عندك فلتر خلاص ابلاي الفلتر ده، مش موجود هتعمل ريتيرن بان انت سيلكت everything. يعني طب هتقول له هنا ستيتمنت بايند فاليو، هات بايند فاليو، انت المفروض بتستقبل مثلا تقول له وير ان الكي مثلا والاوبريتور والفاليو صح؟ بالمنظر ده كده. فانت كل اللي انت محتاجه الكي والفاليو هيتعمل لهم باسي عادي، لان مش دول ما فيهمش اي مشكله يعني. لكن الفكره في ده اللي انت بتستقبله من اليوزر، فهتقول له هنا فلتر على الكي بتاعه يعني واحد، وفلتر وفي اتنين، لان انت الفاليو بيبقى اخر حاجه دايما. بعد كده تعمل ستيتمنت، بعد كده تعمل ستيتمنت اكسكيوت اكسكيوت، وفي الاخر ترتيرن ستيتمنت فيتش اول بي دي او underscore fetch underscore class. هنا الاختلاف بقى في الامبلمنتيشن، ان انا هريترن اري من الكلاسز نفسها، يعني انا مثلا بجيب اوبجكتس او بجيب يوزرز، يبقى هريترن لك اري من اليوزر، بوست هجيب لك اري من البوست وهكذا. طيب الكلاس اللي هشتغل منه ايه؟ هو بقى الموديل اوف جيت كلاس، دي اللي احنا كنا عاملينها قبل كده زمان وما استخدمناهاش. دي هتريترن بس اسم الكلاس او اسم الحاجه اللي احنا بنشتغل فيها، يعني ما عملناش جيت موديل مش كده. طيب رجعها دي كده جيت اوف الموديل، دي بتريترن اسم الموديل اللي عمل كل الفانكشن دي. حلو قوي. طيب دلوقتي كده المفروض ان الميثود دي شغاله تمام، فممكن تعالى نقول له ايه؟ طيب تعالى كده نقول له اخر حاجه مثلا var dump على اليوزر اول مثلا، شوف كده هتريترن ايه؟ هتريترن اوبجكت اري يوزر في public id كذا كذا، تمام قوي.
طيب لو قلت له وير مثلا، احنا عاملين الميثود دي اي ثينك على الموديل في وير، حلو قوي، الفلتر والكولونز. وير مثلا يا سيدي ان الاي دي مثلا اكبر من واحد بالمنظر ده، اي ثينك يعني دي هتنفع برضه، نفس الحكايه بيريترن نفس الحاجه. طيب اي ثينك كده يعني كل حاجه شغاله تمام، يعني اي ثينك ان انت دلوقتي كده الداتا بيس بقت شغاله تمام معاك، الفاليديشن شغاله تمام معاك، فده بقى ان احنا نعمل اخر ستيب ويبقى خلصنا ان احنا نبوت كل ده ان اكشن، ان احنا نعمل ريجستريشن. ده اللي احنا هنشوفه الفيديو الجاي واللي بعده، ودول اخر فيديوهات في البلاي ليست بتاعتنا. حد يعني احنا كده خلصنا الفيديو ده، اتمنى تكون انت استفدت بيه. هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا، لو حابب تعمل لنا فولو هتلاقي لينك باتريون للسبورت. ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالفيديو الجاي اول ما تعمله ابلود. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده، شكرا والسلام عليكم.